كابتن امير توفيق، تحياتي ليك يا كابتن امير وتحيات ضيفي اليو بادجي. كابتن مساء الفل اليو، ازيك؟ جو بيان الحمد لله. قول لنا يا كابتن امير، يعني التفاوضات تمت ازاي مع اليو، خاصه بقول ان دلوقتي يعني كابتن امير توفيق يعني سافر وجالي النمسا ولعب دور مهم وكان عنده عروض كمان في الفتره دي، لكن هو فضل النادي الاهلي. بالظبط اليو، احنا بدانا الكلام معاه يعني في يناير زي ما انا رحت النمسا فعلا. وهو كان التعاون معاه كان سهل جدا، قعدت معاه قعده في الاول، هو الراجل كان مرحب جدا يكون موجود في النادي الاهلي. هو اليو طبعا كان عاش في اوروبا، راح في السويد بعد كده راح النمسا، بس هو كان مقدر قيمه النادي وعارف ان هو كان اخر فتره في النمسا كان عنده بعض الظروف اللي خلته ما يطلعش بشكل يظهر بشكل كويس، فكان عايز المكان المناسب اللي يرجعه في التراك بتاعه مظبوط. فالحمد لله كان هو مقتنع، واحنا برضو كنا يعني لما اتكلمنا معاه انا وكان بعديها برضو فايلر اتكلم معاه، وصلنا له وفهمناه كويس قوي ان الاهلي هو المكان المناسب اللي هيرجعك للتراك الموجود بتاعك في اوروبا الفتره الجايه ان شاء الله. يعني رينيه فايلر كلم اليو وقتها وهو في النمسا كابتن امير؟ طبعا بعد لما انا قعدت مع اليو اول قعده، تاني قعده اتكلم مع فايلر وفهم منه الاستراتيجي عامله ازاي بتاعته، ان هو ازاي والراجل شايفه بشكل عامل ازاي، وفاهم ان احنا الاثنين الاهلي وضعه في مصر وافريقيا عامل ازاي، بس هو اوريدي كان عنده معلومه بحاجه زي كده. بس وفي الاخر هو كان الكلام مع بدري نفسه ما خدش، احنا بنتكلم في حوالي يومين ما طولناش عن كده يعني، المفاوضات تمت بسرعه. طيب هو كان يعرف النادي الاهلي وقتها كابتن امير، انت اتكلمت معاه عن النادي الاهلي وجماهيره وعن بطولاته خلال الفتره دي؟ بالظبط يا كابتن، جدا طبعا. يعني اتكلمت معاه القصه دي كلها، بس زي ما قلت لك هو بدري نفسه هو كان عنده معلومه عن الاهلي، يعني هو كان عنده معلومه عن القصه دي، وكان هو كان حابب ان يكون موجود في النادي الاهلي، ان هو كان عايز يكون عايز يلعب تشامبيونز ليج في افريقيا، عايز ياخد بطوله، عايز اسمه زي ما قلت لك في الاول. بدري كان هو كان ما شاء الله طالعه جامده جدا في السويد، ظهر بشكل محترم جدا مع منتخب السنغال للشباب بشكل جامد جدا. في رابيد فيينا بدا اخر فتره كان عنده بعض الظروف اللي عطلته شويه، فكان عايز المناخ المناسب اللي يرجعه تاني للصوره بشكل كويس، فطبعا الاهلي ده المكان المناسب جدا الحته دي، خاصه كمان ان يعني هو سافر اوروبا وبدا ياخد خطواته انه يرجع تاني للكره الافريقيه والنادي الاهلي، اكيد يعني انت كان ليك دور مهم فيها دي يا كابتن امير. كابتن الحمد لله الحمد لله، والله انت عارف يعني الواحد بيحاول، بس طبعا اسم النادي الاهلي كبير. ونادي الاهلي اسمه مغري لاي حد، فالحمد لله هو راجل كان مقتنع بالكلام ده طبعا. طيب يعني فرصه وانت موجود معانا النهارده على الهواء وعلى شاشه قناه النادي الاهلي، عايزين برضو نسالك اسئله بتتداولها جماهير النادي الاهلي خلال الفتره دي، اخر التجديد